أتابكم الله وأحسن إليكم. السائل عبده من اليمن يقول في سؤاله الأول ضمن مجموعة من الأسئلة: رجل حلف على المصحف ألا يعصي الله في شيء معين، ثم عاد لهذا الشيء، ثم تاب وندم ندما شديدا، ولا يدري ما يكفر هذا الذنب، أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا. الحلف على المصحف لا أصل له. إذا حلف بالله قاصدا عقد اليمين فإنه ينعقد ولو لم يكن على المصحف. وإذا حلف على فعل شيء أو ترك شيء ثم خالف يمينه وجبت عليه الكفارة، وهي ما بينها الله جل وعلا في كتابه: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فيخير بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، فإن لم يجد شيئا منها فإنه يصوم 3 أيام. نعم.